يشكر الله جل جلاله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ورد في بعض الآثار أن الله جل جلاله يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، فلو عافيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، فلو أمرضته لأفسده ذلك. ثم يقول الله جل جلاله: أنا رب العالمين، أنا رب العالمين، وأدبر أمور عبادي بعلمي بما في قلوبهم. السؤال: ماذا يعلم الله من قلبي ومن قلبك؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلبك رضا وتسليما وإيمانا أعطاك سبحانه وتعالى، وما أنت فيه الآن هي خيرة الله لك، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، والله يعلم وأنتم لا تعلم. تأمل في هذا المشهد لمن رضي عن الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان مستجاب الدعوة، لو سأل الله شيء لا أعطاه، فقد بصره رضي الله عنه وأرضاه، فقال الصحابة: يا سعد، لماذا لا تدعو الله جل جلاله أن يعيد لك بصرك؟ اسمعوا ماذا قال وبأي لسان هتف. قال: والذي نفس سعد بيده لقضاء الله وقدره أحب إلي من بصري، رضيت بما قسم الإله لي وفوضت أمري إلى خالقي. صدق الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤمن يعلم أن هذه المصيبة وهذا البلاء من الله فيرضى ويسلم. ما أجمل أن تطوى القلوب على الرضا والتسليم لله جل جلاله.